يا ابو غامدي ريح يلا يلا شوف يلا عبد البخ عبد الخالق البخاتة يوم كان ضيف عنده دعقة يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية ما شاء الله تبارك الله. اليوم كان جميل جدا، كان يوم رصيدي جميل جدا لغاية انه اليوم الرصيدي صراحة ابداع. تكلموا عن الوقف الأم، تكلموا عن ما شاء الله تبارك الله الحليب والزنجبيل وكيف يضع بالكوب وكيف طريقة وضعه في الكوب. الطريقة الثالثة كيف إنه الناس تمشي على رجلينها في القرية. هذه ثلاثة يعني كانت أحداث جدا جميلة نتكلم عنها مع ضيوفي أو شرحها بالشباب. حياك الله علي، عفوا أستاذي عبد الرحمن الخضيري. الله يحييك ويسعدك ويسعد أخوي زياد حبيبي. حياك الله حبيبي الغالي ضيفي الثاني زياد الشيري. الله يخليك، بما أني دكتور أسنان، أنا درست أسنان 4 سنوات يعني وتعبت في الأسنان كثير يعني. بما أني دكتور أنا ركبت تقويم نفسي يعني دكتور أسناني ركب تقويم من نفسه يعني ركبت قواعد أول شيء، بعدين فكت الشبك اللي عندي في العيادة وركبت أسنان. وإن شاء الله الطلاب أمورهم طيبة بإذن الله. الطلاب وش دخلهم؟ المتسابقين بإذن الله. الله يعطيكم العافية. اليوم تكلمنا عن أحداث كثيرة جدا. اليوم تكلمنا اليوم رصيدي يعتبر أنا سجله في رصيدي يوم 60. يوم 60 اعتبره يعني صح انه يعني خرجوا شباب يعني لهم ما شاء الله تبارك الله ثقلهم في البرنامج، لهم حملهم في البرنامج. جميل جميل، لكن الباقيين ما شاء الله يؤدون. انت ما تحسون ان سلسله الكلام. سؤالي الان لك استاذ عبد الرحمن الخضيري، هل تتوقع ان الشباب الان ينامون؟ لا دقيقه، الان انا عندي انا اتوقع ان الشباب اذا غمضوا ينامون، وهذا الشيء اللي يعني اشوف انه في الشيء هذا برضه اذا غمضوا ما يطلع لهم صوت. لا بعضهم يشاخر بس بعضهم لا، انه اذا غمض ينام. حلو، المفروض بعض المفروض يعني انه الواحد يكون عنده توازن، فاذا جاء ينام يغمض واحد ويفتح واحد. لاحظت ملاحظه ثانيه يعني انتم ما لاحظتوها انتم كمعدين وك عفوا لاحظت شيء غالي. حتى انا وانا مقدم فقره كلام اليوم اذا ضحكت عليه قصر. لا انا لاحظت شيء ثاني، لاحظت اني دخلوا مطعم شيخ المندي ياكلون. لا لا لا، دخلوا واجتمعوا يصيرون ياكلون. والله جد هذه يعني ملاحظه، اتمنى ان يعني هذا المفروض يعني يدخل عادي مو لازم ياكل يعني يدخل عادي طالع المطعم. عندنا ثلاث احداث اتمنى يعني ما تطلعون برا من طوال. ثلاث محاور ثلاث احداث اليوم نتكلم عنها. نعم، المحور الاول اسئله الكرام مشاهدينا الاعزاء، المحور الاول لو كيف تمشي على اقدامك في القريه. تفضل محل اقدامي، تروح تركب لك توصيله وتطلع من المحل تمشي وش كيف تمشي على يعني. لا لا والله سؤالك بالعكس يعني ما ادري هذا سؤال معاذ الجمازي. ليه تفضل جنبي الله يرضى عليك. لا لا احنا ما نستقبل المسابقين بكامل اليوم. لا خالد حامد جلسنا امسينا. كيف الواحد يمشي على رجلينه؟ على اقدامه في القريه. على اقدامه في القريه والله هذا اتوقع هذه انا اول شيء هذه موهبه. ما في اي ما مو يعني مو باي شخص يمشي على اقدامه. نعم يعني ممكن بعضهم هذه انه يتدربه ممكن. عطني المحور الثاني. ف انه الشخص يكون موهوب يعني موهوب انه يمشي على اقدامه. اي نعم. هذا شيء جاء وصل مرحله انه ما تجيب المحور الثاني عشان الوقت زياد لاني انا اخاف اخرب. تفضل نفس السؤال. والله يا الغالي انا ايام الثانويه طلعت عبد الخالق البخاتي ايام الثانويه. عطني عقال بس لما المحور الثاني. المحور الثاني لا او المحور الاول تكلمني ابغى اشوف وجهه نظرك. هل تحس انه الشباب ما شاء الله تبارك الله بداوا يمجون يعني في الفتره الاخيره؟ يعني اول برنامج كانوا باردين شوي ما يقدروا يمشوا على جينهم. في الفتره الان العشر ايام الماضيه يعني مع تحرك الشباب مع نقص الشباب تحس انه الشباب بدا يمشون على جينهم في القريه. جميل ما شاء الله تبارك الله. يعني احنا لاحظنا اول دخول لهم كان يعني ينقلب يمين شوي ويسار شوي لين وصلوا زد فرستك، ولما انفتح باب القريه زد رصيدك احنا لاحظنا انطلاقتهم يعني سبحان الله كانه واحد تفاجأ بالقدر، فاذا به يعني يدنق من تحت الباب يركض. فالعوائل انصدمت في الخارج، الاسر داهمها الحزن وداهمها يعني الاسى يعني سبحان الله سبحان المقدر يعني انه الشباب كيف تفاجأوا وصاروا يمشون على رجولهم. ترى 24 واحد 20 واحد اللي يمشون في العالم على رجولهم بس في القريه. انا خلفك معليش. ليه؟ معليش يعني مو كل الشباب يمشي على رجوله. الباقيين هذه موهبه لازم الموهبه انه تحترم انه شخص هذا موهوب انه يمشي على رجلينه. جميل. هذا في اشخاص مثلا ما يمشوا على رجلينهم يا اخي ما لا تتصادم معهم. شباب انا ما قاطعكم بس المخرج يقول نطلع تقرير. طيب. ونرجع نطلع تقرير اعزائي المشاهدين ونرجع بعد التقرير مع الاحداث اليوم المشيقه لهذا البرنامج. مشوقه. شباب اوه واحد يا يرفع واحد ينزل شباب كذا الوضع كلكم ايه خلاص يلا كلكم انت لا قول المسابقين يبغى خلاص الفاصل اخبرني خلص الفاصل متسابقين ابطال واصلوا والله معاكم الكلام ده احنا ما بلاد يا مالنا يلا طلع فاصل اعطني شاره 3-2-1 انت على الهواء عبد الله الجميري. حياكم الله اعزائي المشاهدين في كل مكان، رجعنا لكم بعد تقرير ممتع بعد تقرير مشيق لهذا اليوم اللي كان ما شاء الله تبارك الله. اكتشفنا انه بعض الشباب بنصلخ اكتشفنا انه بعض الشباب يمشي على اقدام في القريه، وهذه صراحه
العفو كنت ما كنت ما ما كنت لاحظها يعني قديم كرسي عشان كذا ما كنت لاحظ قديما في المطار. ارحب مره اخرى بالضيوف الكرام. الله يطول عمرك. الشيء الثاني اخواني الاحظ انه بداوا الشباب يشربون الحليب الزنجبيل في الاكواب. كيف طريقه يعني انت لو تلاحظ التقرير كيف يسكبون الحليب في الشاهي الحليب في الكوب كيف يعني الطريقه هذه يعني انت حلل لي اياها. انا هل شفت تطورات ملاحظه انه الشباب يشربون مع ثاميهم مع فمه يعني انا اشوف ان اسلوبك تغير انتقاد يا اخي اعطي يدفع يعطي الشباب لا قلنا انت انتقاد انا اللي انتقد هو اخذ انتقاد قام والله نسيت انا صح ما اخذ انتقاد خلي انا تقفل يد العسليه يعني اشوف اسلوبك كله انتقاد يا اخي شباب هنا ليش اشرب فمه يا شباب خلني اكمل رجان يعني الشباب هنا مقطعين عن اهلهم 60 يوم الحين ولما يعني المتنفس الوحيد لهم اللي هي فقره مؤتمر الجمهور وكلام اليوم يوميا او كلام الناس يعني 60 يوم احفظ البرنامج اسمه شفت فلما يجون يتفرجون ويلقون اشياء تضبط فيهم والله يتحطمون من جوا فخلنا نصير دافع حلو لهم ندافعهم للامام تجمع الجماهير نبين لهم الشيء واضح اي لازم شيء الشيء واضح يا اخي تشرب اسمك في احد يشرب اسمك يا اخي يعني انت عندك طرق يعني ايه قصدك انت تخيل الناس كل تشرب المصاص الناس يشوفونهم تخيل كل الناس يشربون ثميهم صح مصيبه هذه تحس انه مصيبه يعني مصيبه وصل مرحله الاوفر والله العظيم على الهواء مصيبه على الهواء صح استاذ عبد الله انا والله تعرض في النقطه هذه يعني اذا ما شرب مع فمه يعني منين يشرب يعني يقطر في اذنه والله صعب انا معي كمش الروم في هالشيء انا معي كمش الروم الان مداخله من حبيبي عبد الرحمن خضير عبد الرحمن خضير تسمعني هلا والله هلا عبد الرحمن خضيري تسمعني مابك اتمنى ان الشباب يفتحوا لي الشاشه عشان اشوف عبد الرحمن خضيري سك الباب هلا والله مسهلا عبد الرحمن خضيري هلا طلبت مداخله انت وش الموضوع ايش كيف تشوف اليوم الرصيد 60 اول شيء يعني اشكركم واسلم على الضيوف حلو الله يخليك عبد الرحمن منورنا يا غالي انت احد المتسابقين اللي شاد فيه الله يسعدك الله يسعد ايامك ويسلمك حبيبي ثاني شيء والله اني اتقى اشوف نفسي الحين بكبشروم مصلوخ لا اتمنى انك تعيش في الدور اللي انت فيه الحين بكره خلى ربك اي سامح انا اشوف ان يعني ما شاء الله ادائك يعني في ارتفاع هالايام وادائك ما شاء الله بدا يتصاعد يعني ما ادري هل هو قرب انتهاء البرنامج كان سبب في الدعم لا هذا هو الحمد لله بعدين او رجاء نتكلم انا سامح. هنا ناقد انت متسابق تسمعني الله يرضى عليك سامح. اوكي هل يعني انت تشوف انه بقى برايمين وخايف انك تطلع في احد البرايمات او انك تشوف انه ادائك دفعه معنويه الان اسال المرايم مش على اقدامي لا خلاص ايه ليش مستواك تطور الحين والله ما يعني تروح محل ارض الغذاء واجد يعني تمر على الاجهزه ولا ايش يعني لا تعرف الحمد لله هذا اللي عندنا والوقت كان ضغط والبرامج كان المدري ذكاء الغذاء عفوا ما حد تروح مكان ذكاء الغذاء تهرول هنا البرامج كان ضغط عليه وزي كذا والشباب ان شاء الله اننا كل يوم نقدم اللي علينا يعني والحمد لله جميل 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 سؤال اخير بتسمح لي بس يا ابو عشان الوقت معنا انت سؤال اخير بس طيب تفضل استمروا انا من الداعمين لك ومن جمهورك وكلكم هنا تمثلوننا وبالتوفيق والله يسر اموركم انتم شرف لنا وشرف للبرنامج المتسابقين الله يسعدك انتم كلمه خيره بسوجه لكم حبيب عبد الرحمن بالنيابه عن الشباب انتم الان 14 شخص اتمنى منكم كل واحد كل شخص يطلع موهبته يطلع مواهبه يطلع قدراته في القريه احنا كلام اليوم داعمين لكم بالعكس اذا انتقدنا للايجابيه عشان تطلعون بالايجابيه تحياتي لكم سلموا على الشباب جميعا اعزائي المشاهدين انت الوقت معاكم دقيقه بس شكرا والله كثير الحلويات ركن القصيم لانها هي سبب في رعايه هالبرنامج شكرا وشرفنا المتسابق معاذ الجماز وترى ادائك في البرنامج مميز وتواجدك مميز وندفع معنويه للشباب يكفي الشيخ بدر المشاري اعجب في صوتك وانت الوحيد اللي يسمع الاشيلات شكرا اعزائي المشاهدين كانت حلقه جميله جدا كان يوم رصيده جميل جدا شكرا لكم شكرا حلويات القصيم شكرا لذات رصيدك نلقاكم غدا باذن الواحد الاحد وعدنا بكم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا امان الله انطلق ايدي بايدك حرصتك هذا تفيدك هم مسوقين جناكم هم مسوقين جناكم يا اخي ليش تاخذني يا اخي يا اخي امدحني يا اخي يا بلادي